على بركه الله اعمال اجتماع مجلس جامعه الدول العربيه على المستوى الوزاري في دورته غير العاديه وذلك بناء على طلب من جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه وذلك لبحث تطورات الوضع في جمهوريه السودان. اسمحوا لي ان القي كلمه الرئاسه تحت هذا البند. اصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجيه الدول العربيه الشقيقه معالي السيد احمد ابو الغيط امين عام جامعه الدول العربيه سيدات والساده الحضور الكريم اود في بدايه الجلسه الاشاده بالاستجابه السريعه والواسعه من الدول العربيه للدعوه التي وجهتها جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه لعقد هذه الدوره غير العاديه للمجلس الوزاري للجامعه العربيه والتي تأتي في أعقاب اجتماعين للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في السودان الشقيق بما يؤكد عمق الاهتمام العربي بالتطورات الجارية هناك وتوافق الإرادة على أهمية تكثيف الجهود العربية لوضع حد للتفخم تلك الأزمة تود مصر في البداية أن تعرب عن تضامنها التام والكامل مع الشعب السوداني الشقيق في ازمته الحاليه، والتي تتفاقم من الازمات المركبه والمتتاليه، التي يعاني منها السودان على مدار سنوات عده. كما تؤكد استعدادها الدائم لتقديم كافه اوجه الدعم للخروج من الازمه الراهنه، والعوده بالسودان الى مسار التهدئه والحوار السلمي، حقنا لدماء الشعب السوداني. كما تؤكد على قلقها العميق من استمرار المواجهات المسلحة والخرق المتكرر لإعلانات وقف إطلاق النار المتتالية على النحو الذي يهدد بتدهور متسع متسارع للأوضاع المعيشية الصعبة في السودان الأمر الذي يعلي من أهمية تضافر كافة الجهود العربية في سبيل إعلاء مصلحة الشعب السوداني ووقف الاعمال العدائيه والمسلحه الجاريه، واللجوء الى الحوار لمعالجه جذور الازمه وحل الخلافات التي ساهمت في اندلاع الاشتباكات. ان مصر بما لديها من تاريخ وروابط سياسيه واقتصاديه وانسانيه متجزرة مع السودان، حريصه كل الحرص على حقن دماء الشعب السوداني، وعوده الاستقرار والهدوء له. وتدعم كافة الجهود اللازمة لإيجاد حل سوداني مدعوم عربيا يضمن الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع أزمته الحالية باعتبارها شأنا داخليا سودانيا وضرورة أن تتسم أي عملية سياسية في السودان بالشمول في تناول الملفات الشائكة والمتشابكة كما تشدد مصر في هذا الإطار على وجوب الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في السودان، وعدم تعرضها للخطر الانهيار، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني تجنبًا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين، وبحيث تجنب جميعًا داخليًا في السودان، وكذلك إقليميًا ودوليًا تكرار معاناه التجارب المزعزعه للاستقرار والسلم والامن التي شهدناها ولا تزال في دول المنطقه. ومن هذا المنطلق قامت مصر بجهود حثيثه واتصالات مكثفه مع كافه الاطراف الفاعله السودانيه والاقليميه والدوليه على مستوى كل من مسؤولي الدول والمنظمات للتباحث حول سبل الخروج من الازمه الحاليه. كان اخرها الاتصال مع الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده السوداني الانتقالي والفريق اول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع لمساعده السودان في الخروج من محنته وتوفير البيئه الملائمه لحل الخلافات من خلال الحوار. سادة الحضور لقد استقبلت مصر بكل ترحيب منذ بدايه الازمه اكثر من 57 الفا من الاشقاء السودانيين فضلا عن مساهماتها في إجلاء أكثر من أربعة ألاف مواطن أجنبي فضلا عن الرعاية, الرعاية المصريين بما يتجاوز ستة ألاف الأمر الذي يعكس جنبا هاما من جوانب الأزمة وأثارها الإنسانية المرشحة للتفاقم حال استمرار التردي في الأوضاع في السودان الشقيق لذا فإنني من هذا المنبر أجدد التشديد على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لاطلاق النار في السودان وضمان الالتزام به وبما لا يقتصر هدفه على الاغراض الانسانيه وذلك حقنا للدماء السودانيه وحفاظا على امن وسلامه المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق كما اؤكد ان دقه وخطوره الوضع الحالي في السودان وما قد يكون له من تداعيات اقليميه يحتم على كافه الاطراف الاقليميه والدوليه وفي مقدمتها دولنا العربية أن توحد جهودها ومساعيها لمنح الثقل المطلوب للتحرك الجماعي الذي من شأنه التأثير على الأطراف المتنازعة وحثها على وقف أعمال الاعتداء والإشتباكات العسكرية بما يكفل العود العودة إلى الحوار السياسي في السودان وتجنب الانزلاق إلى وضع أمني أكثر سوءا وأشد خطورة على السودان وشعبه وعلى دول جواره ومحيطه الاقليمي. ختاما اثمن مجددا جهود الامانه العامه والدول الاعضاء واجدد الاعراب عن ثقه مصر في ان في ان هذا الاجتماع سيخرج بخطوات عمليه تحمل بصمات ايجابيه على مسار العمل العربي المشترك بما يرقى الى تطلعات الشارع العربي في مواجهه تحديات الازمه السودانيه الحاليه. وختام وفي ختام كلمتي اسمحوا لي بالتوجه بالشكر والتقدير مجددا إلى معالي الأمين العام وأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية الدول العربية الشقيقة على تلبيتهم لهذه الدعوة لعقد هذا الاجتماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته